التصوير بعد الفوق وكده 23 تابعينا متابعين موقع بصراحة الإخباري في كل مكان زي ما حضراتكم تابعتوا معانا قرار هام في يعني قضية رشوة مياه الشرب والصرف الصحي ب 25 6 للنطق بالحكم في هذه القضية. طبعا يعني قضية بسبب الرأي العام المصري الآن خروج المتهمين من محبسهم الآن. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا خروج المتهمين الآن بعد تأجيلها لجلسة 23/6 للنطق بالحكم زي ما حضراتكم تابعتوا معانا في قرار هام من المحكمة من رئيسة المحكمة زي ما حضراتكم تابعتوا معانا طبعا لحظة خروج المتهمين من محبسهم الآن. تأجيل القضية لجلسة 23/6 للنطق بالحكم زي ما حضراتكم تابعتوا في قضية الرشوة الخاصة بمياه الشرب في يعني مدينة محافظة أسوان زي ما حضراتكم تابعتوا معنا هذا القرار اللي صدر من قبل محكمة جنايات القاهرة منعقدة ب يعني مجمع محاكم العباسية قرارها جدا في هذه القضية. والقضية طبعا المتهم فيها عدد حوالي 6 متهمين في هذه القضية يتم محاكمتهم بتهمة الرشوة. النهاردة المتهمين جميعا كانوا موجودين ما عدا متهم واحد فقط هو يعني يحاكم غيابيا عن هذه الجلسات. وطبعا تواجد المتهم الاول والثاني هما الابرز طبعا في هذه القضية لانهم هما المتهمين باخذ الرشوة طبعا ملايين الجنيهات وصلت لحوالي 8 مليون جنيه وسيارة فارهة. والنهاردة طبعا الجلسة شهدت استماع لاقوال شاهد في هذه شاهد اثبات في هذه القضية وايضا شهدت يعني شهدت ايضا مرافعة النيابة العامة اللي سردت احداث طبعا الواقعة بالتفصيل سردت احداث الواقعة كلها بالتفصيل وايضا تقدمت بأدلة الثبوت الأدلة الثبوت وأيضا الأدلة الفنية سواء من مراسلات أو مكالمات هاتفية كانت ما بين المتهمين 6 متهمين في هذه القضية بيحاكموا بتهمة طبعا أخذ رشوة وتعاطي رشوة.